الإخفاء عند الباء، ميم ساكنة جاءت بعدها الباء على طول تخفي الميم، ويسمونه الإخفاء الشفوي. إخفاء الشفوي، أم به جنة، أم به، أم به، ميم ساكنة جاء بعد حرف الباء تخفي الميم، تخفي مثل ما قلنا قبل قليل، يعني يبقى أثرها. أم لا تسكر الشفتين، لا تقول أم به، لا لا تقربهم من بعض بس لا تسكرهم. أم به، أم ستجد صعوبة في البداية شلون طب مسكوا مع بعض أخرهم. طيب بالبداية بس، لكن مع التمرين خلاص تجي معاك طبيعية، تصير خلاص. أم به، شفت شلون لو تعلمت قيادة السيارة وانت ما لحقتوا الكبار، الكبار حاكي الكبار مثل اللي كان غير عادي قبل. طيب لما كان الجير العادي قبل، اول ما تعلمنا قيادة السيارات لازم تطالع الجير وانت تبدل عشان تعرف تحط اول ولا ثاني ولا ثالث ولا رابع، هذا في البداية لازم تطالعه وين، ولازم مكتوب عليه 1 2 3 4، ولا ما تعرف تسوق. مع المدة خلاص تسوي شيء تحرك وتعرف بالصوت، عرف انت حطيته ثالث ولا حطيته ثاني ولا حطيته رابع من الصوت، خلاص صارت شنو تلقائية. كذلك هنا، فهنا الميم الساكنة إذا جاء بعدها حرف الباء على طول تخفي الميم، لا تلغيها وإنما تخفيها.